انت شكلك عايشه في مصر، لان تراد سبوت عباره عن خلطه ثلاثيه ولكن في النسخه المصريه. هل هو زين؟ زين كتفتيح، ولكن حطوا في بالكم خلطه ثلاثيه ممتازه جدا للتفتيح، ولكن لها عيبين. عيب الاول تهيج البشره، العيب الثاني ممكن احيانا تسبب رده فعل عكسيه، بس هذا الشيء اللي يتكلم عنه من سنوات طويله. هذا الشيء الوحيد اللي ما يعجبني في الخلطه الثلاثيه، هي التفتيح ممتازه واحبها بصراحه، ولكن احب دائما تكون تحت اشراف الطبيب، لان تستخدموا بروحكم ممكن تحوشكم نتائج عكسيه من الخلطه الثلاثيه، هذا هو عيبه. اهلا وسهلا فيك اختي الكريمه. طبعا من اعتقد من طريقه الكتابه كان من خواتنا في السعوديه، صعب اني انا اجاوبك الحين بناء على تجاربك السابقه، لازم اشوف ولازم اشخص ولازم نعرف نوع التصبغ اللي عندك. ولكن في وحده من السعوديه اخت فاضل جتنا تقريبا قبل شهر في العياده، وصورت الأخت الفاضلة، صورت حتى صورناها بالصوت والصورة، وبصوت قاعد تشرح شنو صار لها، تقريبا يعني نفس التجربة اللي مريتي فيها. كان عند تصبغ في رقبتها، وقام تراجع عيادات وصرفت آلاف الدنانير طبعا في العملة السعودية في ريالات، وقالت إنها سوت تقشير وأوبر وليزر وغيرها في رقبتها. جت عندنا في ليفلز كلينك، خلال 30 ثانية يا جماعة، والله يا جماعة 30 ثانية راح التصبغ، والسبب ان اللي كان فيها عبارة عن عوالق الجو، تروح عن طريق جوز والكحول، ما تروح في التنظيف والليف وغيرها. راح اشرح لكم الحالة بكرة 30 ثانية. حتى الاخت اللي رجعتنا انصدمت من النتيجة، وهي طبعا ما يعني تقول مستحيل اطلع واصور، بس بتكلم وبصور على الاقل صوتي وتجربتي، يعني لانه يعني صوتي في انه معروف يعني خلال 30 ثانيه، وانا صار لي تقريبا سنه كامله راجع العيادات. فنصيحتي شنو؟ ما في علاج معين، نصيحتي اختاروا عيادتكم صح، هذا اهم شيء. كنت في الرياض، كنت في جده، كنت في اي مدينه اختاري، كنت في الدوحه، في دبي، وفي الكويت، اختاري عيادتك صح، اهم شيء اختاري العيادة صح، لان العيادات الكثيرة اللي ما منها فايدة.